تخيل انك تطلق عدسات تلسكوب جيمس ويب ناحية سديم كوني. كان تلسكوب هابل التقط لي اجمل الصور قبل كده، وهي بالمناسبة اعظم صورة للفضاء طوال 20 سنة اللي فاتوا. الصورة العظيمة اللي قدامك دي صورة لأعمدة الخلق بسديم النسر إيجل نيبولا، واللي التقطها تلسكوب هابل الفضائي عام 1995، ودي صورة تانية حديثة من تلسكوب هابل سنة 2014. لكن المنظر الخلاب اللي ظهر دلوقتي ليك هو أحدث صور تلسكوب جيمس ويب لأعمدة الخلق وسديم النسر بتفاصيل غاية في الدقة والجمال والرهبة. بعد 27 سنة من صورة هابل المبهرة والعلامة الفارقة في تاريخ الرصد الفضائي للكون واكتشاف أسراره، بيظهر لينا جيمس ويب قدرته الفائقة في الرصد والتصوير، وبصورة بتملى فيها النجوم مساحات واسعة ما كناش بنشوفها في صورة هابل الملهمة القديمة لأعمدة الخلق. طبعا أمر مذهل جدا ومفرح الحقيقة. السودوم عبارة أصلا عن غاز وغبار وسحب ضخمة في الفضاء. كون إن الصورة دي تبقى بالجمال ده حاجة تبعث فعلا على الرهبة والاندهاش من قدرات جيمس ويب العالية جدا في التصوير. وكأنه بيذكرنا بصور الأولى الرائعة لسديم كارينا وصور المنحدر الكوني العملاق اللي شفناها في أول صور تصدرها ناسا لجيمس ويب. تعالوا نشوف إيه الجديد في صورة أعمدة الخلق اللي أظهرها لينا جيمس ويب. وقبل ما ندخل في الموضوع حابب أذكرك بأنك لو عجبك الفيديو تشترك بالقناة وتدعمنا بلايك للفيديو، ويلا بينا. الصورة دي بتمثل البيئة المثالية لتشكيل النجوم الجديدة، واهتمام العلماء بصور السودوم بيكون في الأساس علشان هي موطن كتير من النجوم الوليدة، وفرصة مناسبة جدا لينا لدراسة أطوار حياتها. المنطقة دي موجودة في السماء في سديم النسر، وهي عبارة عن حضانة نجمية ضخمة، وللغاية النهاردة ما زالت النجوم الوليدة بتتشكل فيها، وكأنها الفراشات الصغيرة اللي بتخرج من شرنقتها علشان تنفس في الفضاء عبق الحياة من حولها. هنلاقي كمان ان النجوم الشابة دي اللي في الصورة بتطلق نفثات من خلال الانفجارات اللي بتحصل فيها، وهتلاحظ الانفجارات دي على حواف الابراج العملاقة دي باللون الاحمر، زي ما بنشوف حمم البراكين الحمراء ووهج الحرارة الاحمر ده اللي بيخرج من نجم جديد وليد، بيعرفنا بان غاز الهيدروجين موجود وبكثافة في المنطقة دي. السديم مليان بالنجوم بشكل كثيف لدرجة ان جيمس ويب ما قدرش يرصد مجرات قريبة نقدر نشوفها من خلال السحابة دي. تم رصد الصورة دي بكاميرا ويب للأشعة تحت الحمراء القريبة. تظهر النجوم المكونة حديثا بظلال من اللون الوردي والأحمر والقرمزي. النجوم اللي لسه يدوب متكونة واللي بتفضل مخفية عميقا في أعمدة الغبار تشبه الحمم البركانية المنصهرة، والنجوم الزرقاء والصفراء المتكونة بالكامل بتتناصر في المشهد ده. تقع الأعمدة مباشرة أمام قرص مجرتنا درب التبانة، وده اللي بيحجب رؤيتنا للمجرات اللي بتكون في الخلفية، والسديم ده مضاء بالضوء الجماعي من حفلة النجوم المليئة بالحيوية واللي منتشر حواليه. وباستخدام البيانات الجديدة دي هيتمكن الباحثين من تحديث النماذج المعقدة لتشكيل النجوم مع عدد أكتر دقة للنجوم وكميات الغبار. قربنا أهو نتعلم الكتير عن كيفية تشكل النجوم. النجوم الشابة المتكونة في المشهد البديع دوت هي اللي سرقت عينينا على المشهد ده. العقد الكثيفة من الغاز والغبار ده هي اللي بتبدأ تتجمع وتنهار حوالين نفسها بفعل الجاذبية الجديدة للكتل الصغيرة الوليدة دي، ومنها بعد كده بتتشكل النجوم. أما الخطوط المتموجة دي واللي بتشبه الحمم البركانية عندنا هنا في الأرض، فدي عبارة عن مقذوفات من النجوم اللي لسه بتتشكل في الغاز والغبار. النجوم الشابة الوليدة دي بتطلق نفثات بشكل دوري، نفسات تفوق سرعة الصوت، بتصطدم بسحب من المواد في هذه الأعمدة السميكة. بينتج عند برضو صدمات اتسمت بصدمات القوس، واللي يمكن تقدر تشكل أنماط متموجة زي المركب لما تتحرك في بحيرة وتصنع أمواج حواليها. بيجي التوهج القرمزي ده من جزيئات الهيدروجين النشطة اللي جاية من النفسات والصدمات. بيقدر العلماء عمر النجوم الشابة دي ببضع مئات الالاف من السنين بس، على الرغم من انه ممكن يظهر ان ضوء الاشعة تحت الحمراء القريبة سمح لجيمس ويب باختراق السحب علشان يكشف عن مسافات كونية كبيرة ورا الاعمدة دي، الا ان ده ما حصلش ومفيش مجرات موجودة في خلفية المنظر ده. وده بدل من كده
فتشكيلة من الغازات الشفافة، والغبار معروف باسم الوسط النجمي موجود في الجزء الأكثر كثافة من قرص مجرتنا درب التبانة، بيحجب رؤيتنا للكون الأعمق في الصورة دي. فالصورة حرفيا انت ما تقدرش تشوف فيها مجرات، الصورة مليانة بالنجوم، سواء نجوم سديم النسر في أعمدة الخلق أو النجوم في الخلفية الزرقاء من ورا اللي بتقع في قلب مجرتنا مجرة درب التبانة. الأعمدة الغامقة دي والأبراج الشاهقة الداكنة وكأنها صخور في منحدر جبلي، لكن بيبان من وسطيها النجوم الشابة الوليدة في السديم والنجوم اللي في الخلفية الزرقاء في قلب درب التبانة. الفرق بين صور هابل لأعمدة الخلق وصور جيمس ويب الجديدة فارق شاسع. ففي صورة هابل هنلاقي أعمدة مظلمة ومهترئة كده، والكون حواليها في الخلفية مش ظاهر تفاصيله، بنلاقي عكس ده تماما في صورة جيمس ويب الأخيرة لسديم النسر وأعمدة الخلق. منظر رائع لأعمدة أكثر نعومة وأكثر دقة وتفاصيل، مع تدفقات من السحب والغاز والغبار تشبه شكل الحمم البركانية، وهي بالمناسبة المادة اللي بتطردها النجوم الوليدة الشابة من أجسامها من بقايا الغاز اللي تكونت منه ونفسته بعد كده علشان يتجمع من جديد ويشكل ويكون نجم جديد. أعمدة الخلق في كل صورة وصورة بتصورها التلسكوبات ليها بتخلينا ننبهر بعظمة الكون وعظمة الخالق، والتلسكوبات اللي بترصد مناظر زي دي بتكشف لينا تاريخنا وماضينا، مشهد ميلاد شمسنا الحبيبة، مصدر الطاقة والحياة على كوكبنا. وما زال جيمس ويب بيبهرنا بأجمل الصور الكونية الرائعة، وما زلنا مستمرين في إنفوسفير في تقديم كل ما هو جديد علشان نثري المحتوى العلمي العربي بكل ما هو مفيد، ودعمك لينا بالاشتراك والشير هيكون كبير جدا. نلقاكم في فيديو جديد. تحياتي، محمد فهمسلي.